وسط تطلعات للاحتفاظ بمكاسب الماضي وآليات الرغابة والتحديات تجنب هفوات التسييس وازدواجية المعايير، أنهى مجلس حقوق الإنسان دورته 30 التي ناقشت عددا من الملفات، منها تعقيدات الملف اليمني والأوضاع في الأراضي العربية المحتلة وتداعيات الأوضاع في سوريا وليبيا وتقرير الخبير المستقل حول السودان. اعتمد مجلس حقوق الإنسان للتو ظهر اليوم القرار الخاص بالسودان تحت البند العاشر الخاص بتقديم العون الفني وبناء القدرات بالإجماع دون التصويت، وهو خطوة متقدمة في إطار تطوير وحماية حقوق الإنسان في السودان، وفيه اعتراف كبير بأن السودان بذل جهودا حثيثة في تطوير قضايا حقوق الإنسان والاهتمام بها، وذلك بفضل توفر الإرادة السياسية وكذلك عمل الآليات المختلفة لحقوق السودان في السودان. مر المشاورات والتفاوض مع المجموعة الغربية بمخاض عسير كما تفضل الأخ طه، وامتدت لأكثر من 4 أسابيع، ومشاورات اكتنفتها كثير جدا من الظروف الصعبة حيث انهار التفاوض لأكثر من 3 مرات، وبحمد الله خلصنا إلى القرار الذي أجيز اليوم، ونستطيع أن نقول أن هذا القرار خلا تماما من أي فرض ضد سيادة البلاد، وكذلك لم يتضمن أي المساس بسيادة البلاد أو بأي خطوط حمراء يعني تمس القضايا الحيوية للأمن القومي للسودان، ولكن فيه إرادة قوية جدا للتعاون مع آليات حقوق الإنسان والوفاء بالتعهدات الدولية التي مضى وقطع فيها السودان شوطا طويلا. صمود السودان في البند العاشر هو نتاج لحراك دبلوماسي وسياسي ومجتمعي مكثف بعد تهديدات شهدها ملف السودان بالتلويح بوضع السودان في البند الثاني ومطالبة بعض المنظمات الحقوقية بوضع السودان تحت البند الرابع. الهدف الأساسي للسودان هو الخروج من بند الإجراءات الخاصة، لأنه يعني دولة كاملة السيادة وتبذل جهود حثيثة، ولكن هناك تحديات حقيقية على الأرض، منها العقوبات الأحادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة، وكذلك وجود حروب على أطراف البلاد في 3 مناطق، وكذلك هناك صراعات قبلية، هناك ظروف طبيعية يعني تقف حجر عثرة للوفاء الكامل بالتزامات وتعهدات حقوق الإنسان، وهي ظروف مقدرة، لكن الهدف الأساسي الخروج من بند الإجراءات الخاصة. البقاء في البند العاشر هو هدف في هذه المرحلة حتى لا نعود إلى بند الرقابة، لأن البند العاشر هو مخصص لتقديم العون الفني وبناء القدرات للدولة حتى تستطيع أن تفي بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، اعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية على حساب مشروع القرار الهولندي، وينص مشروع القرار العربي على تشكيل لجنة تقصي حقائق وطنية للتحقيق في الانتهاكات في اليمن، ويطالب مشروع القرار الهولندي المدعوم من بعض الدول الأوروبية بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تحت البند الثاني. نجاح الدبلوماسية العربية أنه لأول مرة في محفل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقدم مشروع قرار أو قرار للمجموعة العربية، وهذا فتح طريقا جديدا في العمل الدبلوماسي العربي. أنا حقيقة سعيد بهذا الإنجاز للدبلوماسية العربية بشكل أساسي، ولكن أيضا هناك التزام كبير أن العالم كله عينه علينا من أجل تحقيق خطوات جادة في حماية حقوق الإنسان على الأرض من خلال مؤسسات فاعلة ونزيهة ومستقلة. بقاء السودان في البند العاشر ما هو إلا مجهود لحراك دبلوماسي سياسي ومجتمعي. طه يوسف حسن، تلفزيون السودان، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.